احنا بنشارك المنظمات النحل على مستوى العالم باليوم العالمي لنحل العسل، والمقرر له يوم 20 مايو من كل عام. اليوم ده يوم مهم جدا لتوعية الجمهور بأهمية نحل العسل كدوره في البيئة والتنوع البيولوجي، وكمان له دور مهم جدا في تلقيح المحاصيل، وله دور مهم جدا في إنتاج أعلى أنواع السكاكر في العالم وهو عسل النحل، وكمان له دور أكبر في إنتاج مجموعة من المنتجات اللي بتدخل في صناعة الأدوية، ولها تأثير مهم جدا في العلاج بعض الأمراض. طبعا إحنا بنستهدف شريحة مهمة جدا في التوعية، وهي شريحة الفلاح، وعشان نقدر نكون مؤثرين على الفلاحين في ترشيد استهلاكهم للمبيدات الحقلية، وكمان بنستهدف شريحة أخرى وهي طلبة المدارس المهمين بالنسبة لنا جدا، اللي هم يعني بنعتمد عليهم في المستقبل للنهوض بصناعة نحل العسل وفي الحفاظ على نحل العسل من الانقراض. لابد ان احنا نستهدف شرائح كثيرة مثل المرأة ايضا، لان هذه الشريحة مهمة جدا في توعية الاولاد وتوعية الجمهور بأهمية نحل العسل ودوره في المجتمع والحفاظ عليه، هو مهم حياة أو موت بالنسبة للمجتمعات الراقية اليوم. يعني احنا نجد ان الدول المتقدمة الأوروبية هي حريصة جدا النهاردة على الاحتفال بيوم النحل العالمي، وعمل المهرجانات التذوق وتوعية الفلاحين وتوعية التلاميذ في المدارس بأهمية النحل كملقح رئيسي للنباتات، وعدم وجوده معناه دمار للكثير من المحاصيل، وأيضا مؤثر جدا على الدخل القومي الزراعي، لأنه هو يمثل أكثر من 50% من الدخل الزراعي القومي لكل دولة. أعتقد أن النهاردة يوم مهم جدا، الأمم المتحدة سوف تتبنى هذا اليوم كيوم عالمي للنحل. نحن أيضا من خلال جمعية مربي النحل بالغربية، من خلال الجمعية التعاونية لتربية نحل العسل وتسويق منتجاته، وأيضا من خلال اتحاد النحالين العرب على مستوى جميع الأوطان العربية، نحن نحتفل بهذا اليوم لأهميته في حياة البشر وفي أيضا التنوع البيولوجي والحفاظ على البيئة في الدول العربية.